طيب أفواهكم الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام على الخد التري، السلام على الشيب الخضيب، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على المغسلين بالدماء، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، السلام عليك وعلى حامل لوائك ساقي عطاشا كربلاء أبي الفضل العباس، فهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين بي يدافل علقم، فمشى لمصرعه الحسين، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه. ماذا يريد الحسين؟ قال: قد رام يلثمه. ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله، قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح، فيلثم فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها، تتألم أأخي من يحمي بنات محمد، إن صرن يسترحمن من لا يرحم، أأخي يهنيك النعيم ولم أخل، ترضى بأن أرزى
وأنت منعم. هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي، والجرح يسكنه الذي هو آلم. إلا جمرة غضا في شفي، وجمرة عليها هوى. تتصور بقلبك الحسين وهو على جسد أبي الفضل أم لا؟ أسألك هذا السؤال، شوف بقلبك الحسين أم لا؟ يقول جمرة غضا في جفي، وجمرة عليه هوى، وخيل تدوس علي، وخيل على فسطة، وسهم العدا يعزو الله علينا يا أبا عبد الله، وسهم العدا صايبني، وسهمي عليه. اقعد يا خويا توعى يا مشرد، إن عد فضل الإخوة فضلك يا خو يبزو، قطع العدى ذرعان. وفي وفي ومخلص هذا الأخ لأخي. قطع العدى ذرعان وشال العلا، يقل له اقعد يا خويا توعى يا مشرد. قال له يا ساق الضامية وكافل العيل، هذا العلم طايح وبعدك من يشيل. اتشمت عدوي واشتفى منك غليلة، وظلت يا خويا بالضمى ترقب سكين. بماذا أجابه العباس؟ قال له يا نور العين شيل السهم، شيل السهم بهداي، ولا تذكر سكينة يا خويا تفتت حشاي. أنا بالطفل قصدتني وأنا تبرعت بالماي، شاقول لو قالت يا عم الوعد وين؟ قال لي يا خويا أيست من سمعة الصوت. أي صوت يعني الحسين؟ أي صوت؟ يعني صوته حينما قال الآن انكسر ظهري. قال له يا خويا أيست من سمعة الصوت، وقفت وياها الحرام بابواب البيوت، وزينب مجيتك تنتظر والقلب مفتوح، والطنب من طاح العلم ضج بحنين. ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من أبرز صفات أبي الفضل العباس سلام الله عليه صفة المروءة والفتوة. لقد جسد العباس عليه السلام يوم عاشوراء الفتوة خير تجسيد. أعطى مثالا رائعا للمروءة، قل أن نجد له نظير في تاريخ البشرية. المروءة ليست صفة بسيطة كما يتصورها البعض، المروءة من الأصول في المسائل الأخلاقية. عندنا في الأخلاق مسائل تسمى أصول الأخلاق لأنها جامعة، يعني صفة تنضوي تحتها عدة صفات، مثل صفة الحلم تنضوي تحتها صفة قوة الإرادة. لا يمكن للإنسان أن يضبط نفسه عند هيجان الغضب إن لم تكن له إرادة قوية. صفة الحلم تنضوي تحتها صفة العلم ووفور العقل، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول بوفور العقل يتوفر الحلم، فهي من الصفات الجامعة. صفة المروءة إذا اتصف بها المرء منعته عن دنايا الأمور، منعته عن اقتراف الدنايا. يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: المروءة تمنع عن كل دنيئة. أحيانا نجد البعض يتصف بنسبة ما بهذه الصفة، صفة المروءة، فنراه يترفع عن بعض الأخلاق السيئة، عن بعض الأمراض الأخلاقية نتيجة اتصافه بهذه الصفة. شايفين أحيانا بعض المسيحيين، بعض غير المسلمين، يترفع عن الكذب، يترفع عن الخيانة. لماذا يترفع؟ دين يحجزه؟ لا، لأنه يتصف بنسبة ما بصفة المروءة، الشهامة. هذه الصفة لو انتشرت وتحولت إلى ثقافة في المجتمع لأخذت المجتمع إلى الرشد والكمال. أفضل ما يتزين به الرجل هو صفة المروءة. يقول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: خير ما يتزين به المرء الفتوة، يعني الرجولة، يعني المروءة. طبعا المقصود بالمروءة مو خاصة فقط وفقط بالرجال، لا. المروءة ما هي؟ هي مجموعة آداب، آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. هذا تعريف المروءة باختصار.
مجموعة آداب يلتزم بها الإنسان، إذا التزم بها توقف هذا الإنسان على محاسن الأخلاق وجميل العادات، فتشوف هذا الإنسان مستقيم الطريقة. هذه صفة المروءة. الشاب خير ما يتزين به وصفة المروءة، هذه المروءة، الفتوة، الشهامة، تجعل هذا الشاب يترفع عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. المروءة لها أركان في الإسلام. الإسلام ما يتناول المروءة فقط من زاوية، لا، الإسلام دقيق جدا دقيق. الإمام الصادق سلام الله عليه يبين الركن الأول من أركان المروءة، بل هو روح المروءة، جوهرها. يقول سئل في الرواية، سئل الإمام الصادق عليه السلام عن المروءة، ما المروءة يا ابن رسول الله؟ فقال المروءة ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. شوف، يعطي الإمام سلام الله عليه بعد واسع جدا للمروءة، يتعلق بالجانب العقائدي. شوف، الإنسان إذا عاش العلاقة الصحيحة مع الله سبحانه وتعالى سوف تكون طاعة الله مقدمة على كل طاعة. الملك طغرل، سلطان طغرل ساساني، الدولة الساسانية، كان عنده وزير اسمه الخواجة ملا منصور، معروف هذا الوزير في التاريخ، وزير عاقل مؤدب مؤمن. واستطاع هذا الوزير أن يدخل كثير من الإصلاحات في الدولة الساسانية. يوم من الأيام أراد الملك أو السلطان طغرل الخواجة ملا منصور في حاجة في وقت مبكر بعد أذان الفجر، فبعث إليه غلام. جاء الغلام إلى داره، طرق الباب، سأل عن الخواجة ملا منصور، فقيل له في المسجد. خرج من الدار، توجه إلى المسجد، دخل المسجد، شاف مشغول بالصلاة، وقف على رأسه حتى انتهى من الصلاة، قال له إن السلطان يدعوك الساعة للقائه. هو حالا شرع في التعقيبات. الغلام كرر الكلام ثانية، رفع ملا منصور رأسه، قال قل له إني مشغول الساعة عنه. رجع الغلام إلى السلطان، السلطان تعجب، أمر من السلطان بالحضور والمجيء بين يديه الساعة يعتذر بأنه مشغول؟ أي شغل هذا الذي يشغله عن أمر السلطان؟ قال ارجع إليه وقل له فليحضر الساعة. رجع الغلام، التفت إليه الخواجة ملا منصور، قال قل له لن أأتيه إلا بعد طلوع الشمس، الآن مشغول لا يستطيع الحضور، قل له لا يستطيع الحضور إلا بعد طلوع الشمس. وشرع في التعقيبات. رجع الغلام، بلغ الرسالة للملك أو السلطان، فاستشاط غيظا، صار يتقلب مثل كما يتقلب الرجل على الجمل مثل ما يقول من شدة غيظه، يتقلب على فراشه على كرسيه، تحول من مكان إلى مكان على أحر من الجمر، ينتظر قدوم خواجة ملا منصور حتى يعنفه. على كل حال صار منتظر إلى أن طلعت الشمس. لما طلعت الشمس خرج خواجة ملا منصور من المسجد متوجها إلى السلطان، دخل عليه حتى ما أمهله أن يسلم، حال أن توجه إليه
قال ويحك أدعوك إلى المجيء تعتذر بأن عندك شغل، ما هذا الشغل الذي يشغلك عني؟ ابتسم خواجة ملا منصور ابتسم قال أصلحك الله أيها السلطان، أنا قبل أن أكون لك وزير أنا عبد لله عز وجل، أنا عبد لله، هو الذي خلقني، هو الذي رزقني، هو الذي أعطاني، هو فلابد أؤدي حق العبودية أولا، وإذا لم أؤدي، يقول أنا متأكد إذا لم أؤدي حق العبودية لله عز وجل فلن أؤدي حق الطاعة لك. أخذ السلطان يستمع إلى تلك المقولات، مقولات موزونة، كلام موزون. قال صدقت، صدقت فيما قلت، من الآن فصاعدا إذا كنت مشغولا بمناجاة الله ودعوتك فلا تستجيب لي، واصل مناجاتك. لاحظ إذن، شوفوا هذه هي العلاقة الطبيعية بين العبد وبارئه وخالقه، مو مثل البعض للأسف الشديد إذا حضر وقت الصلاة شوفه مشغول عن الصلاة، جيب قوم للصلاة يقول لا أولا أفرغ من هاي الشغلة وبعدين أتوجه للصلاة. أمر الله عز وجل مقدم على كل أمر. النبي صلى الله عليه وآله كما تقول إحدى زوجاته إذا حضر وقت كان رسول الله يحدثنا ونحدثه، فإذا حضر وقت الصلاة كان كأن لم يعرفنا ولم نعرف. التفت إلى بلال يقول أرحنا يا بلال، أرحنا يا بلال. هذا الأصل الأول في المروءة. الأصل الثاني يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من المروءة حفظ الود. إذا كانت بينك وبين واحد طرف آخر عشرة ومودة ومحبة فلا تتنكر لهذه العشرة، احفظ هذه المودة، أي مروءة الإنسان، الشهامة اللي عند الإنسان أن يحفظ المودة. لو عمل المسلمون اليوم بما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنا أؤكد لك لارتفعت كثير من حالات الطلاق والمشاكل التي تحصل في الأسر. لكن للأسف هذه الكلمات النورانية لا يعمل بها. من المروءة حفظ الود، إذا كان بينك وبين طرف آخر عشرة طويلة نسبيا فاحفظ هذه العشرة. للأسف الشديد أحيانا تحصل منازعات بين أزواج بعد حياة طويلة وبعد تضحيات، يتنكر لتلك التضحيات ويطلب الطلاق. هذه ليست من المروءة. سيرة النبي صلى الله عليه وآله قدوة وأسوة لنا. شلون كان النبي يذكر خديجة؟ يوميا يذكر خديجة سلام الله عليها، روايات تأكد يوميا النبي صلى الله عليه وآله يذكر خديجة بالثناء والمدح، حتى أن بعض أزواجه غرن من خديجة. فواحدة منهن قالت لقد أبدلك الله بخير منها، لقد أبدلك الله خيرا منها. غضب النبي قال والله ما أبدلني الله بخير منها، شرع في مدحها. شوف حفظ، إذا واحد أسدى إليك جميل فاعترف له بهذا الجميل، قدم لك خدمة اعترف بهذه الخدمة، لا تتنكر لهذه، التنكر للخدمة خلاف المروءة والشهامة. المأمون يوم من الأيام بلغه أن شيخا كبيرا طاعنا في السن يأتي خرابات البرامكة ويرثي البرامكة ويبكيهم. طبعا قانون صدره هارون الرشيد، أمر أي واحد يثني على البرامكة فهو مهدور الدم.
لأن غار هارون الرشيد على البرامكة هدم دورهم سواها خرابات. بعد ذلك صدر قانون قال أي واحد يمدح واحد من البرامكة فهو مهدور. المأمون سار على سيرة أبيه، فجاء بعض عيون المأمون قالوا له هناك شيخ كبير يأتي خرابة من خرابات البرامكة ويجلس على الكرسي ويبكي يبكي يبكي ويرثيهم. التفت إلى ثلاثة من أتباعه من أعوانه قال انطلقوا في هذه الليلة واكمنوا في تلك الخرابة، فإذا رأيتم الشيخ فانظروا ماذا يصنع واسمعوا ماذا يقول ثم أتوني به. راحوا كمنوا في تلك الخرابة دقائق معدودة وإذا بغلام أسود قد ظهر يحمل كرسي من حديد وضعه في وسط الخرابة. بعد ذلك جاء شيخ كبير طعن في السن جلس على ذلك الكرسي وبدأ يرثي البرامكة ويبكي يبكي يبكي يبكي. بينا هو كذلك خرجوا عليه قال من أنتم؟ ونحن بعث بنا المأمون للقبض عليك. قال إذن أمهلوني حتى أصل. كتب وصيته دفعها إلى الغلام قال انطلق بها إلى أهلي. جره أخذوه إلى المأمون أدخلوه على المأمون. المأمون التفت إلى قال ويحك ما الذي حداك إلى مدح البرامكة والبكاء عليهم ورثائهم؟ ماذا صنع لك البرامكة؟ التفت الشيخ قال إن للبرامكة أياد بيضاء علي لا يمكنني أن أنساها. قال ماذا صنعوا لك؟ قال أنا رجل من الشام كنت تاجر انكسرت في تجارتي ركبتني الديون وعلي عائلة كبيرة جدا ما استطعت أن أوفر لها المأكل والمشرب، فأشار علي البعض أن أذهب إلى بغداد أطلع من الشام أروح بغداد وأدخل على البرامكة. يقول فقصدت بغداد دخلت بغداد ومعي نيف وعشرين صبي وصبي وامرأة عائلة كبيرة جدا. يقول دخلت بغداد نزلت بالمسجد الأعظم ثم خرجت ألتمس طعاما لهم. يقول بين أنا أسير وإذا بجماعة عشرة رجال عليهم أفخر الثياب يمشون، فقلت في نفسي هؤلاء حتما مدعوون، فانخرطت فيهم جلسوا على دكة فجلست معهم وسلمت عليهم. أردت الكلام معهم ولكن أمسك. يقول بين أنا كذلك إذ خرج غلام يدعونا. يقول فقام الجمع قمت معهم دخلنا دهليز طويل انفتح الدهليز على فناء واسع به حديقة غناء في وسط الحديقة قصر وقد زينت تلك الحديقة والغلمان صفوف في وسط ذلك الجمع إيوان كرسي مثل الإيوان قد جلس عليه خالد بن يحيى البرمكي. يقول فعلمت أنها جلسة خاصة. يقول أخذنا أماكننا. التفت خالد البرمكي خالد بن يحيى إلى شيخ قال أعقد عليهم. يقول عرفت بأن هناك عقد زواج وعقد زواج ابنة يحيى بن خالد. بعد العقد خرج غلمان بأيديهم صوان فيها صرر فيها دنانير. وضعوا الصواني كل واحد منا العشرة يعني احنا 11 كل واحد منا صينية وعليها صرر فيها دنانير. وضعت الصواني يقول صار أصحابي كل واحد يأخذ صرة ويدسها في كمه وتأبط الصينية صينية من فضة تأبطها وخرج. يقول أنا ما تحركت استحيت ما تحركت جلست. فرمقني الغلام بعينه قال اصنع كما صنع. يقول أخذتها قد أجمع هي الصرة تأبطت الصينية أردت الخروج وإذا بصوت يحيى بن خالد يدعوني. يقول فخفت أنه راح يأخذها منه. يقول لكن لما وصلت إليه قال أنت غريب يبدو عليك رجل غريب. قلت نعم.
من أين الرجل؟ أنا فلان ابن فلان من الشام. ما الذي حداك على المجيء إلى بغداد؟ وما الذي جاء بك إلى هنا؟ يقول فقصصت عليه قصتي. يقول لما قصصت عليه القصة أثار، التفت إلى ولده قال أكرموه. يقول أخذوني إلى دار واسعة مهيئة أنزلوني فيها وأخذوا يتعاهدوني وأكرموني غاية الإكرام. يقول صرت أتنقل من بيت إلى بيت للبرامكة 10 أيام. يقول حتى بالك كان مشغول على أولادي. رجعت إلى خالد بن يحيى قلت له إني خلفت صبيان وصبية ونساء بالمسجد ولا أعلم حالهم. يقول ابتسم ثم أمر بالخادم. جاء الخادم قال خذ. يقول أخذني الخادم إلى بستان ضيعة كبيرة في وسطها بيت جميل مهيأ مفروش بأنواع الفرش مؤثث بأفخر الأثاث. يقول لما دخلت طبيت البيت وإذا بأولادي نسائي في ذلك البيت على أحسن حال. يقول سألت الغلام دار من هذه؟ فقال هذه دارك من عند خالد بن يحيى البرمكي، وهذا البستان بستانك من عند خالد بن يحيى البرمكي. يقول فصلحت حالي عشت كما كأحسن ما يكون حتى أغار أبوك هارون على البرامكة وصيرهم أثر بعد عيني. يقول فأخفيت نفسي، لكن يقول بين الحين والآخر يؤنبني ضميري، هؤلاء لهم أياد بيضاء علي، شلون أتنكر لذلك؟ يقول ليس من المروءة أن أتنكر لذلك. يقول يوميا أجي إلى هذه الخرابة أرثيهم وأدعو لهم. لا نريد أن نزكي شخصيات هذه القصة، لكن شوف هذا الشيخ مع أنه هؤلاء قدموا له ولكن لم يتنكر لهم. لا نريد أن نزكيهم. خالد البرمكي قدم من أمواله؟ لا والله لم يقدم من أمواله شيء. على كل حال فقال له المأمون، قال له المأمون يحق لك ذلك فإنك صاحب مروءة ولمروءتك سأكرمك. يقول بسبب مروءتك راح أكرمك، أعطوه كذا وكذا وكذا وأغدق عليه. فبكى، أخذ يبكي. قال لم تبكي؟ ليش تبكي؟ قصرت في عطاء. قال لا، تعطيت وأغنيت، ولكن هذا أيضا من بركة البرامج، يعني لولا هم لما وصلت إليك. على كل حال فإذا صفة المروءة، يقول الإمام أمير المؤمنين من المروءة حفظ الود. الأصل الثالث والأخير يقول سلام الله عليه من المروءة تحمل جنايات الإخوان. إخوانك المؤمنين إذا واحد مثلا أخطأ في حقك كيف تتعامل معه؟ تعامل معه بالمثل؟ هذا ليس من المروءة. إذا أردت أن تكون من أصحاب المروءة والفتوة وتقتدي بأبي الفضل العباس سلام الله عليه فترفع، خليك رفيع، تعامل كما كانوا يتعاملون صلوات الله وسلامه، تحمل مدارات كانت عندهم صلوات الله وسلامه، شقد كانوا يتحملون الأذى، شقد كانوا يتحملون من الأذى من قوم بل من أقرب المقربين إليه. لأن هذه صفة المروءة، صاحب المروءة والشهامة والفتوة لا يقابل الإساءة بالإساءة. النبي لما ظفر بأهل مكة مشركي قريش نكل بهم؟ لا والله، قال انطلقوا فأنتم الطلقاء. هاي مروءة النبي صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما ظفر بأهل الجمل ماذا صنع به؟ أولا أوصى أصحابه، قال لا يجهزن أحد منكم على جريح أبدا، إذا مررتم بجريح لا تجهزوا عليه. ماذا صنع بعائشة؟
ماذا صنع؟ أكرمها غاية الإكرام وأرجعها إلى المدينة معززة مكرمة. هي مروءة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أبو الفضل العباس ورث المروءة من أبيه، ورث الشهامة من أبيه. الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء واحد من وجهاء الشام كما يقال، طلب مبارزة الحسين سلام الله، وهذا شقي تتبارز منه، واحد يطلب مبارزة الحسين سلام الله عليه، لكن أخذته العزة بالإثم، نزل إلى ساحة الميدان متبختر متجبر. أين أنت يا أبا عبد الله؟ نزل الحسين إليه. الحسين خب لم يطل معه القتال، بمجرد جولة واحدة، أقل من جولة، ضربه ضربة أسقطه من على صهوة جواده، صار بين يدي الحسين طعم صائغة، وإذا به ينادي الحسين: أبا عبد الله أنشدك بالله أن لا تقتلني، مروءتك يا أبا عبد الله. ماذا صنع الحسين كما تذكر بعض المصادر التاريخية كتب السيرة؟ صاح الحسين، صاح الحسين: يا ابن سعد أنقذوا صاحبكم، خذوه. شوف هذه مروءة الحسين صلوات الله وسلامه. لكن شوف الخسة في المقابل، شوف مروءة الحسين وأصحاب الحسين، شهامة الحسين سلام الله وأصحابه، في مقابلها نجد صورة مغايرة تماما، صورة مغايرة تماما. الحسين سقى الحر وأصحاب الحر عن آخرهم. خب الحر كم واحد هم اللي تحولوا إلى معسكر الحسين؟ البقية الباقية كانت ألف على ألف، جاء الحر من يزيد الرياحي على رأس ألف فارس، اللي انتقلوا مع الحر يعدون على الأصابع فقط. زين البقية وينهم؟ أين البقية؟ ألم يسمعوا مخيمات الحسين وهي تضج، تضج مخيمات الحسين يوم عاشوراء بصراخ الأطفال، صراخ الأطفال وعويل النساء وهم ينادون العطش العطش؟ أين هم؟ لم يتحركوا، لم يحرك لهم هذا المشهد ساكن. يقال أن أبا الفضل العباس جاء بالماء يوم السابع من المحرم، لأن جفت الأواني والقرب. الإمام سلام الله عليه من يوم الثاني من المحرم نزل كربلاء، من نزل كربلاء بدأت الجيوش تزحف حتى أحاطت به صلوات الله وسلامه عليه. حوصر، حوصر الحسين، صدر ابن زياد قرار بمنع الحسين وأصحاب الحسين وآل الحسين عن الماء. صار اليوم السابع من المحرم، جفت الأواني والقرب، ماكو بعد ماء في مخيمات الحسين. فبعث الحسين صلوات الله وسلامه عليه ببعض أصحابه ليقتحموا المشرع، كان على المشرع الحجاج الزبيدي، كان على 4000 فارس يمنعون الحسين وآل الحسين من الوصول إلى الماء. تقدموا لم يستطيعوا، فبعث الحسين معهم أبو الفضل العباس سلام الله عليه. يقول الراوي: فكر أبو الفضل سلام الله عليه في ذلك الجمع حتى كشفهم عن الماء، ونزل هو ومن معه، أمرهم بملء القرب، ملئت القرب، رجعوا بها إلى مخيمات الحسين سلام الله عليه. لكن ما جيء به من ماء قليل قليل،
لأن مع الحسين ما يقارب 200 من الأطفال والنساء كما يقارب. فهذا الماء ما يكفي. ما صار اليوم العاشر من المحرم إلا وهم ينادون العطش العطش. فجاء أبو الفضل العباس وسقي عطاشا كربلا بأبيه وأمه. جاء سلام الله عليه إلى الحسين: ائذن لي بالبراز. قال: أنت العلامة من عسكري، إذا قتلت يؤول أمرنا إلى الشتات، تنبعث عمارتنا إلى الخراب. ارجع. رجع في نقل، الرواية وقفت عليها، العباس سلام الله عليه رجع إلى المخيم، مر على خيمة الأطفال، نظر من شق الخيمة فرأى منظرا هيجه. شنو شاف العباس؟ تقول الرواية: شاف طفل صغير كشف عن صدره وبحث التراب، بحث شيء من التراب ووضع صدره على التراب من شدة العطش. قبح الله وجوه بني أمية. هل من المروءة أن تمنع طفل صغير من الماء؟ هل من المروءة والشهامة أن تمنع امرأة من الماء؟ قبح الله وجوها. فتقدم أبو الفضل العباس سلام الله عليه إلى أخيه الحسين: أخي أبا عبد الله، ائذن لي بالبراز. أرجعه الحسين، ما وافق الحسين، ما وافق الحسين. عاوده مرة أخرى، قال: لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أأخذ بثأري من هؤلاء المنافقين. يقولون بعدها قال له الحسين: إذن اطلب لهؤلاء النسوة والأطفال قليلا من الماء، جيب لهم شوية ماء. والعباس، وما أدراكم ما العباس؟ هو أبو الفاضل. شوف باب واسع جدا من أبواب قضاء الحوائج هو أبو الفاضل العباس. الليلة، هاي الليلة قلوب المؤمنين كلها متوجهة إلى أبي الفضل العباس. شوف كلكم، كل واحد قلبه متوجه إلى أبي الفضل العباس. كل واحد منا إذا عنده حاجة هاي الليلة أول ما ينتخي ينتخي بأبي الفضل العباس سلام الله، صاحب الفضل صلوات الله وسلامه. أبو الفضل، وما أدراكم ما أبو الفضل، ما أكثر الكرامات التي حصلت له. حدث ولا حرج، كرامات كثيرة جدا. لعلكم سمعتم بالكرامة، إحدى الكرامات اللي حصلت قبل كم سنة فقط لواحد مريض مشلول، عجز الأطباء عن شفائه، عجزوا الأطباء، أطباء في ألمانيا، في لندن، في أمريكا، عجزوا. فأشار إليه بعض أصدقائه أن يزور البيت الحرام، يعتمر، طالعين العمرة، قالوا له تعال معنا إلى العمرة وتوسل بالله سبحانه وتعالى. كان يقاد على الكرسي المتحرك. وصل البيت، تعلق بأستار الكعبة، يدعو الله عز وجل، لكن الله شاء أن يري الناس كرامة من كرامات أبي الفضل العباس. بقي المسكين. رجعوا من العمرة أيام قليلة، صارت أيام محرمة. يقول: صرت أشارك في مجالس البكاء والعزاء واللطف على الحسين سلام الله عليه. ليلة السابع من محرم، الخطيب يقرأ المصيبة، يقول: أصابتني حالة من التوجه الشديد، حالة توجه شديدة، خفت أبكي 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 أبكي. يقول: انتهت القراءة، جئت إلى أحد العلماء، قلت له: علمني دعاء توسل أتوسل به.
حتى يفرج الله. يقول فعلمني هذا الورد قل 133 مرة يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. يقول في اليوم التالي الخطيب يقرأ المصيبة وأنا أكرر هذا الورد. أصابتني حالة توجه شديد. خلصت القراءة إلى اليوم العاشر ليلة العاشر من المحرم. يقول في تلك الليلة صار عندي التوجه أشد، صرت أبكي 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 وأنا أردد ذلك الورد حتى غشي علي من شدة البكاء. يقول وأنا في تلك الحال رأيت كأني في وسط المجلس، الناس تلطم في المجلس، الناس واقفة تلطم في المجلس. يقول بين أنا كذلك وإذا برجل شاب نوراني دخل، دخل توجه مباشرة نحو، وقف على رأسي قال لي قم. يقول قلت له لا أستطيع القيام، لا أستطيع النهوض، أنا مصاب بالشلل ما أستطيع النهوض. قال قم، ضع يدك على كتفي وانهض. يقول فعلا طأطأ برأسه قليلا إلى الأرض، وضعت يدي على كتفه نهضت. يقول دفعة واحدة شفت نفسي واقف في وسط المجلس، صحت، قلت يا جماعة لقد من علي أبو الفضل العباس بالشفاء. قول الناس جاءوا المعزين اللهم صل على محمد وعلى محمد. قول الناس أحاطوا بي. يقول حتى مزقوا ثيابي، الكل يريد يتبرك. هذه كرامة لأبي الفضل العباس سلام الله عليه، وما أكثر كراماته. لكن راح أهيج قلبه، ما أدري التفت إلى المعنى أو لا. أسألكم سؤال، ليش أبو الفضل قال له ضع يدك على كتفي ولم يقل له خذ بيدي؟ الله الله، أسمع العباس ينادي يا هل بهاء الضيوف. الله يوديكم إلى حرم أبي الفضل العباس، وإن شاء الله تروحون المضيف، على باب المضيف مكتوب هذا البيت، هذا البيت على باب المضيف. أسمع العباس ينادي يا هل بهاء الضيوف، شلون أدي هالتحية وأنا مقطوع الجفوف؟ يتحسف أبو الفاضل، يقول أنا أريد أن أأتي هاي تحية الزوار، تحية العشاق، لكن شلون أأتي هاي التحية؟ الله يحفظك يا علي الكراني. يقول يا أخوي حسين زواري لفوا من ساير البلدة، شلون اقدر بلا شفين اضمهم خويا بالاحضر؟ يا خويا حسين اترجاك رجع لي شفيني، وبالراحة يا بعد الروح شيل السهم، أريد أنظر الزواري. حضر حاجتك، أريد أنظر الزواري وأشوف شلون تبكيني، وأقضي حاجة المحتاج بإذن الواحد الديار. إذا تقدر تشرفني إلى قبري يا نور النور،
اسمع طلب العباس يفطر القلب هذا الطلب. إذا تقدر تشرفني إلى قبري يا نور النور، زينب لا تجي وياك، زينب لا تجي وياك وحق ظل عمك المكسور، أخاف تشوفني وتسأل عن وعد بشار، وانا منها ومن سكينة يا اخويا وش كثر خجلة. تقدر تتحمل جواب الحسين ام لا؟ تقدر تتحمل، يقدر قلبك يتحمل جواب الحسين. يقول له لو اقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس، لو اقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس، كفاية السهم المثلث خمد نفسك. يا الله، كفاية السهم المثلث خمد مني الانفاس، واذا راسك يا اخويا انصاب انا جثة بليا. من الرض لاصق بصدري رضيع اللي انذبح عطشا، اذا خجلان من زينب، زينب بعد خجلان، سباها الطاغية للشام وغصب دخلها ديوانة. بارك الله في هذه العبرات، بارك الله في هذه الأصوات، هاي كلها مقدمة للولوج في المصيبة، بعدنا ما دخلنا المصيبة. إذا خجلان من زينب، زينب بعد خجلان، سباها الطاغية للشام وغصب دخلها ديوان، وما معيونها راسي ظل كسر أسنانه، ألا من مناد وحسينا. الآن نتوجه إلى المصيبة، هيأ قلبك. عظم الله لكم الأجر، أحسن الله لكم العزاء. جاء العباس إلى أخيه الحسين، إذن لي بالبراز، فأذن له الحسين. توجه أبو الفضل إلى الميدان قاصدا المشرعة، إلا حدر قمر هاشم على جيش العدا وصار رمح المنية، وصار ما بتار لا جاء مثل الصواعق من حدر تسمع رعي، متبختر مكيف ملاقى الموت عي، حتف القضب سيفه عزرائيل بي، ضيق فضاها والعساكر شافته، شعت جبينة وصار ما تخطف الأبصار، ومن صولت ذاك الجمع مثل الرحادة، فاضت طفوف الغاضرية وصاحت النا، بس امتليت غمد البتارك يا سردة، عيون المسامي من ظهور الخيل شلا، كم حيف مدرع خطف والعسكر تضعضع، وكل ما تراكم غيمهم نور يتشعشا، فرت حتف الموت يلقط ويلا جا، فرت جن حل عليها نافخ الصوت، تطلب الملجا والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفوت، وتذكر سكينة واخوها وللنهر ما. الله، توجه إلى الماء، كشفهم عن المشرعة، إلا خاضي الماء بس هيا سب،
ترس جفا يروي عطش تذكر لأن أخوه حسين باع ذبي الماي من شفة وتحس يحاكي النفس يا نفسي تهونين وكل الناس تغدي فدوى الحسين. ملأ القربة بأبي هو وأمي وضع القربة على كتفه قبل أن يملأها اغترف غرفة بيمينه أراد أن يشرب لا والله اغترف غرفة بيمينه نظر إلى الماء وإذا به يتصور قلب الحسين الظامئ يتصور عطش عبد الله الرضيع ليش ما رويت قلبك ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة شلون عباسي تروى ملأ القربة وضعها على كتفه وخرج قاصدا إلى المخيم صاح ابن سعد ويحكم لا يصل العباس بالقربة إلى المخيم فاحتوشوه من كل صوب ومكان فكر فيهم أبو الفاض كالليث الغضبان وهو يرتجز ويقول إني أنا العباس أغدو بالسوق ولا أهاب الموت يوم الملتقى روحي لصبط المصطفى الطهري وقى قتل منهم مقتلة عظيمة آجركم الله فبينما هو يقاتل إذ كمن له حكيم ابن الطفيل من خلف نخله فضربه بالسيف على يمينه أخذ السيف بشماله وهو يرتجز ويقول والله لو قطعتم يمين إني أحامي أبدا عندي وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين قتل منهم مقتلة عظيمة آجركم الله عظم الله لك الأجر يا صاحب العصر والزمان فبينما هو يقاتل إذ كمن له لعين آخر وعاونه حكيم بن الطفيل فضربه بالسيف على يساره فوقف متحيرا لم يكن له هم إلا إيصال الماء إلى المخيم آجركم الله فبينما هو كذلك إذ جاء سهم من المعركة فوقع في القربة فأريق ماءها فوقف متحيرا يا زهراء يا زهراء عظم الله لك الأجر يا الله فوقف متحيرا فجاءه سهم من المعركة فوقع في لبة عينه آجركم الله فانحنى على ذلك السيف وضعه بين ركبتيه
أراد أن ينتزعه فجاءه ملعون بعمود من حديد فضربه على هامته. يا اختي يا زينب قطعة وشمالي ويميني دارت علي صفوف لا تترقبي، وان كان طحت على الثرى سلي يسكي منكم يا خي ايست للخيم ما عود والسيف ما ينشال يا زينب بلا زنود، والطير ما يطير جناحك أسرين. انقض الحسين وهو ينادي أخي عباس يا ابن والدي عباس الآن انكسر ظهري. وين الجفن يا سردال الحرب وين الجفن، دمك صابين من زنودك يا صاب، وين الجفن وين ايش هالعجب منك يا شايل رايتي وساقي العطاشة، املكت يا حيد الشريعة وطحت مفتوت الحشاشة، غارقة بدمك خدودك والنبي جسمك فراشة، نخيت حسين يا شيال العلم هاي انا حسين، نخت حسين يا شيال العلم هيا نح صد لي بالعين بنشدك يا شام، وين الجفين وين يقل له ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة، قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة، شلون عباسي تروى وينسى بوسكنة ورضيعة، طفلك يا حسين شعبني بونته، طفلك يا حسين وين ارجع وين واروي مهجته، وين الجفن وين راد يفتح عيونه ودي مجامد عليها، اتحسروا هلت دموعه وغسل دم العين بيها، وقال يا اخويا الوديعة بجابونا من تجيها، اتعذر لي زين يا اخويا بطيحتي، اتعذر لي زين ما لي يدين دعاين حالتي، وين الجفين سفح دمعه وصفك جفه وظل على عضيده يتلوى، وقال خلي على الشريعه جثتك ما هي مروه،
أرد أشيلك للوديعة ونقضي حقوق الأخوة، وبدمع العين لغسل طبرتك يا نور العين، وبدمع العين لغسل طبرتك يا نور العين، يسراك منين أجيب ويا منتك، وين الجفين وين الجفين قال خويا للمخيم روحتي كلفة وشديدة، وشوفتي سكنة واخوها بضامري شفرة حديدة، خويا خويا لو شفت الوديعة تصورت تظل غريبة، تشوف الزندين يا خويا مقطعة لو سام العين، خايف يا حسين تصيح مروعة وين الجفين، قال يا كبش الكتيبة. الله يبارك فيك أيها الطفل الصغير، الله يبارك فيك. قال يا كبش الكتيبة وقع حملي من يشيل، وانكسر ظهري وعدوي شامت وقلت الحيلة، قال أخويا وداعة الله وقطع وناته، سجاه حسين ومدد جثته وغمض للعين، تلفت صوبين وصاحب لاعته وين الجفين، قام راجع للمخيم والحرم ترقب مجيء، والمراضع بشرت رضعانها بقطرة مية، ولاح ليها حسين وحده وقلطت للهاشمية، تقل زردالك وين، تقل طيحته والبرق وين، سردالك وين، تقل طيحته والبرق وين، قالها تنشدين عن خي ورايته وين الجفين وين الجفين، تقل له شلون يا ابن امي، تقل له ما جبت عباس لينا، اول وتالي يا اخويا الماي صار اقشر علينا، حيف يا شايل حملنا بالفضل راح من ايدينا، قال هش تحجين كفيل شامته صارت نص قالها اش تحجين كفيل جامته صارت نصين، بطرق الزندين يا زينب نادته وين الجفين وين، فقط هاي الأبيات. وأسألكم الدعاء على لسان زينب. زينب لما أرادت أن تمشي من أخيها أبي الفضل العباس شنو قالت؟
تقل اني زينب المسبية اني زينب المسبية لفتك يا ابو فاضل وخاف ارجع الى طيبة وامك عنك تسأل اجاوب ويش لو سألت بيض وجهي الكاف اخاف تموت من تسمع عنك يا اعز الاخوة تقل لي يوم اللي طحت مصروح يا خويا انكسر ظهر حسين وبعد يمنتك واليسرى انسترت بيسرتي واليمين وسهم اللي سطب عينك مني اخذ نور العين وعمد راسك فضخ راسي ورماني بوليتي العدوى. هذا جواب العباس وأسألكم الدعاء، لكن هذا الجواب يحتاج أولا أن أخذ الرخصة والإذن من سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. يقلها يا خيي ترى قلب أمي على زينب وابو السجاد بتسأل عن سلامتكم ولا بتسأل عن الأولاد. زينب اسمع، وإذا تحبيني لا تلمح على إيدك أثر، على إيدك أثر لقياد. زينب ولا تخبريها راس حسين شالو على راس سنا. هذا المقطع وأسألكم الدعاء، لكن متأكد هذا المقطع راح يفطر قلوبكم. المعذرة. يقول يا زينب قبل لا تمشين اخوي حسين وش حاله. هيأ قلبك لهاي الابيات القاسية، افتح قلبك، افتح قلبك حتى سجلها فاطمة سلام الله عليها في سجلك. يقول هيا زينب قبل لا تمشين اخوي حسين وش حال، صحيح السهم المثلث بقوة من الظهر شال وبعد ذبحي صحيح حسين داس الشمر. يا الله، خل نقطف الثمرة، نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بعين أبي الفضل، إلهي
بكفي أبي الفضل. إلهي بهامة أبي الفضل. عندنا مريض مصاب بالمرض الخبيث أجلكم الله، طفل صغير عمره 3 سنوات اسمه علي حسن طاهر. نسأل الله عز وجل بجاه أبي الفضل العباس، بجاه أبي الفضل العباس، نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل. اللهم إنا نتوجه إليك ونقسم عليك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم اشف مرضانا، لا سيما من خصصناهم بالدعاء، وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نتوسل إليك ببقيتك الأعظم صاحب العصر والزمان، وبآبائه الطيبين الطاهرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء، تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما أرواح العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.